السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم واحد الوصفه ديال كيك رولي او سويس رول، اللي هي مطلوبه في هذه المناسبه ديال راس العام. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، لانها سهله وبسيطه، المقادير ديالها سهلين بزاف. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو 5 ديال البيضات، 1 كاس ديال السنيدة، 1 كاس ديال الطحين، أو 120 غرام ديال السنيدة و 120 غرام ديال الطحين. الكمية ديال الطحين بحال الكمية ديال السنيدة، وكنديرو شوية ديال الملحة و فاني. إلا ما عندكمش فاني، كديرو قشرة ديال الحامض. الطريقه هي كنوضعوا البيض في واحد الاناء، كنزيدوا عليه السنيده وشويه الملحه وشويه الفاني، وكنبداو نطربوا مزيان حتى تولي لنا الخليط بحال لاكريم، ما تبقاش صفر. هذاك البيض كيندمج مع السنيده ومع ديك الفاني حتى تولي بيض شي شويه، ولي ثقيل. بالنسبه للحجم ديالو راه كيتضاعف 2 حتى 3 ديال المرات. هانتوما كما كتشوفوا الخليط ضعف عندنا، الحجم ديالو واللون ديالو تغير بحال هكا، تيكون القوام ديالو بحال هكا. بالنسبه للطريق او الطحين، كنغربلوه وكنزيدوه بشويه بشويه، كنقسموه على 2 أو 3 وكنزيدوه بشويه بشويه بواحد السباتيو، كنبقاو نحركو من تحت للفوق باش ما يطفاش لينا داك البيض. الطحين زدنا داك الخليط تعطينا هذا الشكل. هنا ما صورتش الطحين فاش زدتو الخليط، سمحوا لي. كنزيدو الطحين على البيض السنيده حتى تعطينا هذا القوام. ندوزو دابا لا كريم. انا درت دابل كريم مع سكر سنيده، تقريبا كما كتشوف واحد العلبه ديال دابل كريم ولا لا كريم فريش، كتزيدوها على مع شي كاس لا روب ديال السنيده، او على حسب الذوق ديال كل واحد اشنو كيبغي، واش كيبغي الحلاوه بزاف ولا شويه. هادشي اللي كنديرو بالنسبه لا كريم. الا بغيتو ديرو غير الكونفيتور ديال الفريز ولا شي حاجه بحال هكاك، ممكن. شوفوا نتوما الرغبه ديالكم. لا كريم خاصها تكون بارده، والاناء تاعو يكون بارد، والباتور يكون بارد، كلهم يكونوا باردين باش تطلع لنا لا كريم. بقاو نضربوهم حتى تطلع لا كريم، وصافي كنحصلوا على كريمه هي اللي غادي نديروها في الداخل ديال السويس رول، وكنديروها تاني على برا. Thank you.
ندوزو لواحد السيرو كنديرو كاس ورنا فيها كاس ديال الماء وكاس ديال السنيده ونص حامض ولا واحد طخونش ديال الحامض، كنطيبو تيتي يولي سيرو. هذاك السيرو هو اللي كنسقيو بيه هاد لاباط جينواز. من بعد ما دخلنا العجين ديال الجينواز او لاباط جينواز ديالنا الفرن كتولي بحال هكا، يعني دخلناها على درجة حرارة 170 درجة حرارة لمدة تقريبا 10 دقائق، كنشعلو ليها الفوق ومن التحت، غير كتحمر ماشي كطيب بزاف باش ما تحرقش لينا. ملي كتخرج كنديرو ليها السنيدة، شوية ديال السنيدة ولا السكر الثقيل من الوجه ديالها الأول، كنقلبوها دغيا، كنقلبوها بواحد بابي كويسون بحال هكا، وكنسقوها بداك السيرو. خاص السيرو يكون بارد شي شويه باش يدخل لنا في ديك العجين. دابا غادي نديرو لاكريم، غادي نديرها فوق العجين ديال الجينواز وغادي نرولوها. ما درتش بزاف ديال لاكريم في الوسط، ما بغيتش تكون لاكريم بزاف باش تخرج من الجناب، هذا تكون هي شويه خفيفه باش تجي زوينه. ها هي لاباط جينواز، حصلنا دابا على كيك رولي. بالنسبه للزين راه كل واحد اشنو بغى يزين، الطريقه اللي بغى يديرها. المهم كنحيدو دوك الجوانب، كنقطعهم بالموس. الحلوه ديالنا واجده، انا زينتها من الفوق بلا كريم ودرت شوكولاته فيرميسيل في الجناب وفي الفوق. نتوما الديكور اللي بغيتو ديروه، الشوكولات ولا الفواكه الجافه ولا اللي بغيتو. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم وعجبكم المقادير الطريقه ديال التحضير. وما تنساوش ديروا لي واحد اللايك والتعليق يكون زوين. شكرا لكم على المتابعه، بارك الله فيكم، سلامه إلى الفيديو القادم إن شاء الله.